هنعمل السبانخ على اصولها بالطريقه التقليديه بتاعه جدتنا، وهنستخدم بقى كمان حمص الطبيخ اللي احنا بنحطه مع السبانخ. عايزه اقول لكم ان كل الولاد في البيت كله اول ما بيسمع كلمه سبانخ يقول ما بناكلش السبانخ، بس عشان خاطري جربوا ان انتوا تعملوها. اول ما هيشموا ريحه البصل والثوم المحمر والسبانخ والخضره والصلصه او الدمعه اللي بتغلي على النار هيقولوا هي ريحه ايه يا ماما، احنا عايزين ناكل من الحاجه الحلوه اللي انت بتعمليها. طبعا السبانخ لازم نغسلها كويس قوي. انا جبت كيلو سبانخ وغسلته وقطعته صغنن زي ما انتم شايفين كده، لازم تبقى صغيره كده ما تبقاش حتت كبيره عشان العروق تبقى صغننه كده وجميله ما تبقاش عامله خيوط. اهم حاجه بقى في السبانخ انا يعني سايبه لكم كام واحده كده علشان اوريكم بتبقى عامله ازاي. ده شكل السبانخ، احنا بنستخدم السبانخيه كلها، يعني مش مثلا بناخد الورقه بس ونسيب العود، لا بنستخدمها كلها. طبعا الجدر ده بيبقى تحت الارض والزرعه بتبقى عامله كده، فالجزء ده كله بيبقى مغمور بالطينه. علشان ننظف السبانخ بتاعتنا كويس لازم نفتحها كده علشان نعرف نغسلها، يعني لازم تبقى مفتوحه وكل الحتت اللي مربوطه في الجدر شايفين الطينه عامله ازاي اهي، عمر الطينه دي ما هتخرج لو احنا ما فتحناهاش الفتحه دي. لازم بقى نحطها في مصفى كذا مره ونغمرها في الميه ونغسلها حلو قوي. بصوا يعني حتى الطبق اتملى طينه منها بس مجرد ما انا ما فتحتها، فبتبقى هي اكله جميله جدا بس بتبقى محتاجه تنظيف جامد قوي. الجدر بتاعها ده بقى عمرنا ما بنرميه، يعني هو ده اللي بيدي للسبانخ الطعم الجميل بتاعها، وكل ما بيبقى لونه بامبا كده وجميل كل ما بيبقى حلو قوي. احنا عشان ننظفه بقى بنعمل ايه، بنمسك السبانخ كده وبنيجي كده نقشر تقشيره خفيفه كده عشان نتخلص من القشره اللي على الجدر من بره، بس ما بنرميش الجدر ابدا، ونحاول بقى نخلي من الحتت البامبا الجميله دي لان دي بتدي طعم حلو قوي للسبانخ. بس كده الجدر بقى نضيف، ينفع ان احنا بقى ناكله ونطبخه مع السبانخ كويس قوي. وزي ما قلت لكم عشان نغسلها بنمسك كل سبانخيه كده نقسمها كده نصين ونغطسها بقى في المصفى ونغسلها كذا مره والميه تبقى عايمه خالص، وندلق ونغسل لحد ما تبقى الميه بتاعتها زي الفل ونضيفه قوي. جداتنا بقى في الصعيد لما بييجوا يطبخوا السبانخ ممكن يعملوها بحمص الطبيخ، ممكن كمان يعملوها بالجريشه بتاعه الذره، دي بتبقى ذره صفراء مجروشه او ذره بيضه مجروشه، يعني الذرايه مكسوره حوالي اربعه كده بتبقى مجروشه بس، دي برده بتتحط مع السبانخ بيبقى طعمها حلو قوي. ممكن كمان بنحط فريك بيبقى طعمه برده روعه. انا النهارده ان شاء الله هعملها لكم بقى بحمص طبيخ. حله بقى على النار هنحط رشه من الزيت ومعاها معلقه من السمنه، دايما بحب استخدم سمنه وزيت بيبقى طعم الاكل جميل قوي. ما نكترش بس علشان احنا لسه هنعمل طشه تقليه في الاخر، فعلشان تبقى الـ الماده الدهنيه مش كتير. هنزل كده بالبصل بتاعي كله، دي بصلايه كبيره قوي مبشوره كده خشن، يعني انا عايزاها تبقى باينه كده في الاكل وطعمها مطرقه. حط كمان بقى كده حته سمنه بلدي حلوه تطعم الاكله بتاعتنا وتخليها طعمها حلو. مش هننزل بقى بالثوم دلوقتي، هحط حبه ثوم بس عشان مش عايزاه يتحرق، هستنى بس البصله تدبل شويه وبعدين ابقى انزل عليها بحبه ثوم صغيره. نحط بقى كده على البصل رشه من الفلفل الاسود ورشه خفيفه من الملح. ناخد بالنا قوي من السبانخ ان هي مش بتستحمل ملح ابدا، يعني الملح في السبانخ يكاد يكون يعني ممكن نص معلقه صغيره تعمل لنا الطبخه كلها. انا رشيت رشه خفيفه خالص من الملح. البصل بقى بتاعنا كده بدا ان هو يدبل، ممكن دلوقتي ننزل عليه بحبه ثوم صغيرين خالص، انا مش عايزه اكتر الثوم لان انا لسه هعمل تقليه لوحدها بالثوم زي الطشه بتاعه الملوخيه كده، فهاخد بس كده حبه صغيرين يطعموا لي ريحه البصل بقى كده ويخلوه ايه ريحته تجيب لاخر الشارع زي ما بيقول. استنى بقى لحد ما الحاجات دي الجميله دي ريحتها كلها تطلع مع بعضها قبل ما انزل حمص الطبيخ وعصير الطماطم. ده اللون الجميل بتاع البصل والثوم اللي احنا عاوزينه، اللي هو اللون الذهبي الرايق خالص داخل على الذهبي، علشان بس ما يغمقش مننا ويمرر طعم الطبخ، احنا عايزينه رايق كده وجميل. ننزل بقى عليه كده بحمص الطبيخ نديله تشويحه. زي ما احنا عارفين الحمص مش مسلوق، الحمص منقوع بس، فانا بقى كده بخليه يشرب طعم البصل اديله تشويحه كده معاه. هخليه بقى كمان ياخد غلوه مع الصلصه بتاعه الطماطم. طبعا السبانخ احنا مش بنحب ان هي تستوي كتير على النار، هننزل كده بقى ده نص كيلو عصير طماطم مضروب في الخلاط ومتصفي ضربته بس بشويه ميه، فهخليه بقى كده ياخد غلوه، هغطي بقى كده عليه واسيبه ياخد غلوه ويشرب من بعضه.
طبعا زي ما اتفقنا ما دام في حاجه دخلت البيت ما هياش خارجه منه. في شويه كده عصير طماطم في الكوبايه بتاعتنا او في الشفشق بتاعنا، احط عليهم بقى كده شويه شوربه، انا مجهزه شوربه عشان اظبط بيها السمك بتاع الصلصه واخليه مظبوط. فنشطف كده الايه الدورق بتاعنا وعلى الحمص بتاعنا والصلصه الجميله، ونحركه بس كده عشان نستفيد بكل حاجه بتاعتنا اهو. نسيبها بقى تغلي وتتسبك مع بعضها. الحمص بتاعنا بقى بيغلي في الدمعة اللي احنا عملناها. طبعا كنا ممكن نبقى حاطين رز او حاطين الجريشة بتاعت الذرة او حاطين الفريك زي ما قلت لكم تبع ذوقنا واختيارنا. طبعا الحمص كان منقوع قبل كده، فانا لسه هعمل حسابي كمان ان لسه السبانخ هتستوي معايا، فانا مش عايزاه يتكسر لان هو ما بيستحملش سوا قوي. في كمان 3 معالق من صلصة الطماطم المركزة، كنت ممكن احطهم بس ما ينفعش ان انا كنت احطهم في الاول، انا كنت عايزة الحمص الاول يغلي كده في صلصة عصير الطماطم الخفيفة علشان ما تلزقش معاه ويتحروق في الحلة. دلوقتي اقدر بقى ان انا انزل بالطماطم البيوري بتاعتي. بصوا ما شاء الله كمية السبانخ دي ما تقلقوش خالص، هي اول ما هتتحط وهتغلي في الصلصة بتاعتنا هنلاقيها ان هي قلت تقريبا للربع، يعني الطبق اللي مليان ده كله يا دوبك هنلاقيه قل للربع بعد ما هتغلي على النار. فاحنا بنحط كده شويه شويه، انا فضيت نص الكميه تقريبا وهديها تقليبه عشان اساعدها ان هي تنزل في الحله من تحت وتهبط شويه عشان اعرف انزل بقيه الكميه اهو. لسه معانا خضره بقى، بس الخضره شبت وكزبره بس، مش بنستخدم للسبانخ غير الشبت والكزبره. الخضرة هنحطها في الآخر علشان يفضل بقى لونها أخضر زاهي كده وطعمها المطرقع ده يفضل موجود. بنحط شوية بشوية كده عشان بس ما نبهدلش الدنيا، ونقلب برضو علشان تهدى لتحت كده، ونحط الكمية بقى. طبعا بقى لو في هوبر لحمة أو أي حاجة كنا حطيناها تتشوح مع البصل وكنا نزلنا عليها بعصير الطماطم والحمص تاخد بقى وتغلي معي. خلاص مش فاضل غير كمية صغيرة خالص، احطها كده بقى كلها. نسيبها بقى تغلي براحتها كده تستوي. زي ما قلت لكم السبانخ مش بتستحمل سوا كتير، فبالكتير قوي يعني 10 دقايق كده، وبعد كده نحط بقى الخضر. هغطي عليها واسيبها تتسبك وتتشرب بقى كده مع الحمص والدمعة والبصل والثوم، عشان بعد كده نحط لها الخضرة ونعمل لها التقلية بتاعتها. السبانخ بتاعتي اهي عماله تغلي، انا مستنيه بقى بس لما تتسبك. زي ما قلت لكم شايفين الحمص متماسك ازاي وبياخد السوا بقى بتاعه، بيكمل بقيه السوا بتاعه مع السبانخ. زي ما قلت لكم نبقى حريصين قوي واحنا بنحط الملح للسبانخ. انا دقتها لقيت ان هي محتاجه سنه ملح، انا كنت حاطه حوالي نص معلقه صغيره، دلوقتي حطيت النص التاني كده، يا دوبك الطبخه تبقى ملحها مظبوط قوي لان السبانخ كلها املاح، فلو ملحناها الطبخه كلها هتبوظ مننا. خلاص كده بقت جميلة قوي، هبدأ بقى ان انا احط الخضرة. دول يا دوبك كام عود كده شبت وكزبرة، ما بنحطش بقدونس ابدا، شبت وكزبرة بس. دول طبعا بقى بيخلوا لونها اخضر مطرقع وريحتها جميلة جدا، تنده على اللي جاي واللي رايح زي ما بيقولوا، تجيب اخر الشارع. خليها بقى تاخد كده غلوة كمان. خلاص بقى كده السبانخ بتاعتنا ما شاء الله جميلة تحفة، يعني انا من عشاق السبانخ اصلا. كده بقت مظبوطه جدا، شايفين استوت وغليت وكل حاجه ولونها اخضر زاهي جميل، هي والخضره حاجه كده روعه يعني. نقفل بقى عليها بقى النار كده ونبدا ان احنا نعمل الطشه بتاعه التقليه. في طاسه على النار وهنبدا بقى ان احنا نجهز التقليه بتاعه السبانخ. نحط رشه خفيفه كده من الزيت وناخد كمان معلقه من السمن. ننزل عليهم بقى بالثوم المفروم. طبعا اساس التقليه الكزبره الناشفه الناعمه، فاحنا هنحط الثوم كده وهنحط كمان كزبره ناشفه ناعمه. لازم تبقى كميه محترمه كده لان دي اللي بتدي للطبق طعم. نقلب بقى الحاجات الجميله دي كده ونحمرها لحد ما ريحتها تبان. نخلينا دايما جنب التقليه علشان ما تتحرقش منا، لان التقليه الصح اللي بيبقى لونها ذهبي، يعني ما بين التقليه الصح وان هي تتحرق لحظه، فلازم نفضل جنبها كده نقلب فيها لحد ما توصل للون اللي احنا عاوزينه.
نطش بقى السبانخ الجميلة بتاعتنا، نعمل كده زي ما اتفقنا برضو، ما دام في حاجة دخلت البيت مش طالعة منه، هنستفيد من كل التقلية اللي موجودة في الطاسة كده. دي أهم من التقلية الأصلية بقى، لأن دي فيها البهاريز كله. نعمل كده ونقلبها ونرجع تاني. خلاص كده السبانخ بتاعتنا جاهزة، رز أبيض وشوية سلطة خضراء، ونغرف بقى السيمفونية الجميلة بتاعتنا دي، ونجهز بالمعالق عشان ناكل ونهجم عليها كلنا. شايفين بقى الحمص مستوي ومتماسك ازاي، مش مهري ولا متكسر، كل حباية حمص محتفظة كده ليها شخصية زي ما بيقولوا كده. عايزه اقول لكم بقى كله عمال يقول انتوا بتطبخوا ايه بتطبخوا ايه. طبعا دي السبانخ الجميله اللي في ناس كتير مش بتحبها، لا لازم تحبوها لما هدوقوها بالطريقه دي. بألف هنا وشفا. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.